إن الحركة الإسلامية ينقصها بعض الحاجات والتصورات والرؤى في قضايا محددة، قضية المرأة، قضية الأقليات، القضية الفلسطينية، إعادة كتابة التاريخ. حتى لما كان الناس يقول الحركة الإسلامية ما بتعملش أدب خيال علمي، أروح أعمل أدب خيال علمي، ربنا بقى اللي بيبعته، مش ما أعرفش إزاي يعني، أعمل خمس ست مثلا روايات أدب أطفال، أعمل 100 كتاب أدب أطفال حديث ومعاصر، ويعني على طراز هانز أندرسون مثلا لما كانوا يقولوا الحركة الإسلامية ما بتهتمش بأدب الأطفال، أروح أعمله. فنفس الكلام بالنسبة للكتابة السياسية، عملت حوالي 100 كتاب سياسي و100 كتاب أدب أطفال وخيال علمي وروايات وكده. كانت بتيجي المسألة إن قضية ما بتصار بشتغل فيها، فربنا بقى بتصور إن أنا هكتب فيها مقال فأعمل فيها كتاب. خلينا بقى نركز في موضوع الأقليات. بدأت القصة بكتابة حاجة اسمها ملف الكنيسة المصرية، طبع كتاب وزع كتير جدا، وكانت في ناس بقى بتطبعه مش عارف مين اللي بيطبعه وبيوزع، وكان الناس بتيجي تقول الناشر يعني ده في ناس كذا طبعه، فنقول ماشي مفيش مشكلة. بعد كده كتاب البابا شنودة حوار جديد، بعد كده كتاب المسلمون والأقباط الالتقاء على أرضية الحضارة الإسلامية، كانت دار اسماعيل بشير اللي عملته، بعد كده كتابي أقباط مصر انتبهوا، بعد كده كتاب الحرب الصليبية من الأرباب من البابا أربان إلى البابا بوش. وكان آخر حاجة في الموضوع ده الأقليات، المشكلة والحل. وبالتأكيد الكتاب فيه تكرار برضو للكلام اللي فات، وده أحد عيوبه برضو. لا شك ان لابد ان اذكر الاستاذ صريع البشري اللي عمل كتاب المسلمون والاقباط في اطار الجماعه الوطنيه، برضو ده شكل جزء من اهتمامي ووعيي. هو طبعا الكتاب فيه عيوب كتيره جدا، لعل اهمها التكرار، فيعني في حاجات مكرره. الامر الثاني ان انا لا ازعم ان انا باحث، فطبعا عندي عيوب كتيره جدا في اطار البحث العلمي. بس الكتاب ده تحديدا كان فيه حاجة خطيرة جدا، ان انا جبت احصائية عن عدد الاقلية المسيحية في مصر، سواء كانوا ارثوذكس او كاثوليكو بروتستانت وبقية الطوافلة، جبتهم محافظة محافظة وبلد بلد وقرية قرية من المواليد والوفيات. طبعا رجعت لكل الاحصائيات اللي اتعملت من اول كرومر يعني، وهي على فكرة المسيحيين في مصر 6.4%، وفيه جداول، هي يعني جداول قرية قرية ومدينة مدينة ومواليد ووفيات وكل الإحصائيات اللي اتعملت قبل كده واللي سمح بنشرها يعني أو المتاحة يعني، دي اللي عملت دوشة كبيرة جدا. ومجرد الإحصائية دي ما نزلت في هي بدأت بالنزول في كتاب يا أقباط مصر انتبهوا. هو خلاصة الكتاب بيقول يا جماعة ما تتصوروش ان امريكا هتنفعكم، يعني ده كان خلاصه الكلام. فانتبهوا، ما فيش لكم حل غير ان تكون علاقتكم كويسه بالمسلمين، يعني ما فيش لا حكومه هتنفعكم ولا امريكا هتنفعكم. خلاصه الموضوع، عمل دوشه كبيره جدا، وهو ده اللي يعني عمل زي ما تقول رد فعل عالي جدا عند جهات عديده. وطبعا ما علينا، سيبك بقى من ايه اللي حصل ولا ايه اللي ما حصلش، المهم ده الجزء اللي بدعو الناس يهتموا بيه. طيب الكتاب ده عن كل الأقليات في العالم العربي، بس لا يستطيع أن أزعم أن أنا أحط بكل القضية. هي الأقليات في العالم الإسلامي أو في العالم عموما عبارة عن أقليات يا إما دينية، يعني أغلبية مسلمة يبقى فيه مسيحيين، أغلبية مثلا مسيحية يبقى فيه بروتستانت وكاثوليك وكذا يعني، يا اما اقليه دينيه يا اما اقليه مذهبيه داخل نفس الدين نفسه. فبالنسبه لعالمنا الاسلامي طبعا في اقليات مسيحيه من مختلف الطوائف، سواء في مثلا كانوا الارثوذكس في مصر، او مثلا الارمن في تركيا، او الموارنة في لبنان، في طبعا مختلف الطوائف الدينيه. والحقيقه دي بتدفع للتفكير في ان عاده اما في حضاره بتسود، طبعا احنا الان لسنا في عصر
السيادة الحضارة الإسلامية، إحنا في عصر سيادة الحضارة الغربية، يعني إحنا أمة مستضعفة دلوقتي، وده بيترتب عليه ما أسميه فقه الإقلاع. يعني ما ينفعش نتعامل مع هذا الواقع كما نتعامل مع الواقع العالمي أيام الخليفة العباسي اللي كان بيقول السحابة في السماء أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك. يعني المسألة مش كده خالص خالص خالص، واللي بيعمل كده بيدخلنا في مشاكل ملهاش أول في الأخ من آخر، وبيدخلنا في حيطة مسدودة، وبيبقى كلامنا غير مقنع لأحد يعني. ولعل مثلا في مسألة الأقليات يجب ان احنا ننتبه ان العالم ما عادش بتاعنا، وان اللي بيقول السحابه في السماء امطرح الشيات في سوف ياتيني اخراجك ممكن يكون بوتين او اوباما او بوش او غيره. يعني المهم عندنا كمان اقليات مذهبيه مثلا شيعة وسنه، مثلا الشيعة عندنا شيعة اثنا عشريه موجوده مثلا في ايران والعراق ولبنان وبعض اماكن الجزيره العربيه والبحرين، وشيعة زيديه زي اللي في اليمن، وشيعة إسماعيلية. طبعا دي ليها قصة طويلة، مش يعني المجال مش ملائم لو تحب أقول لك قصتها بالضبط أو نشأت إزاي في خمس دقايق. ماشي، مفيش مانع. أنا ها هي القصة بالضبط، إن حصل صراع سياسي الحقيقة مش ديني بين سيدنا علي وبعض الناس. يعني سيدنا طلحة من المبشرين بالجنة، سيدنا الزبير بن العوام من المبشرين بالجنة، سيدة عائشة زوجة سيدنا النبي في الجنة يعني رضي الله عنهم جميعا، سيدنا علي طبعا مبشر بالجنة وأفضل الصحابة في عصره، مش عشان كان أبو بكر وعمر مات وحصل بينهم قتال. كل واحد عنده وجهة نظر، لو كان قتال ديني يبقى حد كافر يا جماعة، ده كلهم مبشرين بالجنة، انتوا هتغلطوا سيدنا النبي بقى ولا هتعملوا ايه؟ يبقى ده صراع سياسي كل واحد عنده وجهة نظر. فممكن انت جدا لو كنت في الوقت ده، وبعد كده الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، لو كنت في الوقت ده موجود كنت تقول خلاص انا من شيعة علي عادي، انا منحاز لمشروع، وده لغاية كده مفيش اي مشكلة في هذا التشيع السياسي يعني. لكن المشكلة انتهت بان ظهر خوارج، يعني في النهاية معاوية انتصر، سيدنا معاوية انتصر واسس الدولة الاموية. بدأ الشيعة بدل ما يقولوا احنا لينا حق سياسي او ان احنا لا نقبل التوريث مثلا، طبعا سيدنا معاوية لما جه يولي ابن يزيد من بعده خرج سيدنا الحسين ورفض هذا الامر، واعتبر ان ده يعني نوع من تأكيد ان الدين لا يقبل التوريث او لا يقبل هذا الامر، لا ده عائلي ولا ده عائلي. اللي حصل ايه بقى؟ ان الشيعة بدل ما يعتبروا الصراع ده صراع سياسي اعتبروه صراع ديني، وبدأ يقولوا لا ده القصة مش ان علي على صواب والاخر على خطأ، لا القصة قصة ايمان، وبالتالي الامر ده مش مجرد اجتهاد ولا مجرد رأي سياسي صحيح، لا ده رأي ديني. يعني سيدنا النبي قال للمسلمين انا وبعد 12 امام هيبقوا أئمة منصوص عليهم ومعروفين بالاسم فيما يسمى مصحف فاطمة، يعني مش قرآن برضو عشان ما نظلمهمش، يعني ده مصحف فاطمة كتاب زي التوسمات، يعني هيحصل كذا 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 كذا، وإن ال 12 دول معروفين بالاسم والشكل، وهم أولهم سيدنا علي، يليه سيدنا الحسن، يليه سيدنا الحسين وأولاد الحسين لغاية 12، وال 12 ده هيبقى الإمام المهدي اللي هيملى الأرض عدلا بعد ان ملئت جورا والقيامة تقوم بقى، يعني ينزل سيدنا عيسى اللي هي القصص اللي احنا عارفينها دي. طيب سيدنا طبعا الحسن قبل بان سيدنا معاوية يبقى خليفة، وفي مقابل انه الامر يعود شورى بين المسلمين، ما تنفذش الكلام ده، فسيدنا الحسن خرج في كربلاء وقتل 70 ماله، ما فضلش غير طفل واحد ها الحسين ابن علي زين العابدين. خلف يزيد بقى وخلف جعفر تقريبا اللي هو انا يعني نسيت ها زيد ايوه زيد. ف زيد قال الكلام بتاع الشيعة ده غلط، وما فيش نص من ربنا سبحانه وتعالى انزله على سيدنا محمد وبالتالي بلغه للمسلمين. ما هو لو نص نزل على سيدنا محمد بان يبقى علي الخليفه من بعده او امام من بعده، وبالتالي الأئمة بقى لهم عصمة ويعني سلسلة كده، يبقى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اغتصبوا حق سيدنا علي، وبالتالي يجوز بقى لعنهم، يعني فعلا الساعة الاثنى عشرية من غير ما نكذب بيلعنوا سيدنا أبو بكر وسيدنا علي
وسيدنا عمر والسيدة عائشة برضه ما بنكفرهمش، بس بنقول ده خطأ فادح جدا جدا، واللي عايز يكفرهم يكفرهم، ده مش موضوع يعني. المهم ان سيدنا زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بقى ابن الامام علي، ها ابن الحسين ابن الامام علي، قال لا تجوز خلافة المرجوح او ولاية المرجوح، يعني لو في سيدنا علي افضل من سيدنا ابو بكر وعمر، لكن تجوز ولاية او سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. فانقسم الشيعة نصين، النص اللي بيقول عصمة الأئمة، وما قالش بقى بعصمة الأئمة اللي هم الشيعة الزيدية اللي ايوه حلو. لا وخلف اخو اسماعيل موسى، موسى الكاظم، ده الاثنين ولاد جعفر الصادق. ايوه واسماعيل ابن جعفر الصادق. ماشي. المهم ان لما مات في حياه ابيه، لما مات في حياه ابيه انقسم الشيعه تاني الى اسماعيليه بتقول الامام من بعده اسماعيل، ولهم بقى طريقه طبعا اللي هم وصلوا للدوله الفاطميه. ها لا المساوي بقى اللي هو مش اسماعيل، ولذلك يقول لك ايه الله الخميني المساوي الخميني، يعني اللي هو فضل على الاثنى عشريه ما بقاش اسماعيل. المهم ان ما اعترفوش بقى بامامه اسماعيل، والاسماعيليه اعترفوا بامامه اسماعيل، فاصبح في طائفه اسماعيليه وغيرها بقى اللي هي الثانيه، اعتقد انها الاثنى عشريه بقى اللي هي ما زالت مستمره، والاسماعيليه ايضا مستمر. المهم مرت الايام ولفت، والامام ال 12 هيظهر، وواضح ان الارض هتتملئ عدلا ولا الدنيا هيحصل فيها الكلام ده، يبقى المذهب انتهى، يبقى ملوش اي مبرر. فقالوا ان هو دخل جيب، ممكن اتولد ممكن ما اتولدش الله اعلم بقى. المهم دخلوه جيب في سمراء، وقالوا ان هو امام غائب، والاثنى عشريه يبقى لها ثلاث سمات رئيسيه، انها بتسب سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وتسب السيده عائشه، وبيعتبروا ان الامام بالامام الغائب ده فرض من الفروض وعصمه الائمه. تاريخيا كان الشيعة بيعتبروا منهم مثلا طاووس والحلي، ويعني من كبار علمائهم بيعتبروا ان الدول الاسلامية السنية على قدم المساواة مع الدول الكافرة، ما فيش مشكلة ان هو يتحالف مع الدول الكافرة زي ما تحالفوا مع الصفيين، يتحالفوا مع البرتغال ضد الدولة العثمانية. ورسنا طبعا كل هذا الكلام، وطبعا حصلت دولة إسماعيلية في مصر اللي هي الدولة الفاطمية، اللي وصل بيها الأمر قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ابتدوا يقلهوا يعني كمية، بمجرد ما تعتبر أن الصراع ديني هتضطر تألف نصوص، وتضطر تلوي أعناق النصوص، وتضطر تفسر الحاجات على كيفك، وشيئا فشيئا بتنتهي صلتك الحقيقية بأي نوع من الإسلام. ما علينا. فده دول الشيعة بكل طوائفهم بقى، سواء زيدية في اليمن أو إسماعيلية في الهند وغيرها، أو الإثنى عشرية اللي معروفين في إيران والعراق ولبنان والبحرين وغيره. طيب في كمان غير الشيعة في خوارج، يعني برضو فرقة موجودة في اليمن وبعض مناطق الجزيرة الجزائر يعني، أو مناطق أفريقيا وكده. دي المذهبية بالتأكيد، في حاجات تانية بس احنا بنقول يعني دي في بقى غير المذهبية. الأقليات العرقية تجد ان موجود في مثلا الأمازيغ في المغرب والجزائر وأحيانا ليبيا، يعني في الجزائر 20%، في المغرب 30% وهكذا. في الأكراد الموجودين في تركيا وموجودين، وفي العلويين في سوريا، وتركيا أيضا فيها علويين. المهم كل هذه بلد مثلا زي إيران تلاقي فيها سنة وشيعة ونسب كبير، وعرب وفرس وأزريين وتركمان وأكراد، تلاقي فسيفساء رهيب أيوة، وبلوش ما تعد يعني. بلد زي باكستان فيها أوزبك واللي هم بشتون وكتير حاجات وهزارة ومعرفش ايه، وبرضو فيها شيعة وسنة وهكذا. فعندنا فسيفساء
واسعه جدا حقيقه، من ما يسمى بالاقليات. احنا عندناش في الـ في الـ يعني برضو احد العلامات المميزه، احنا في حاجه اسمها علم الاجتماع الغربي اللي علم السياسه بينشا منه، وعلم الاجتماع الاسلامي ده غير ده خالص، مش ده احسن من ده. مش حدش يقول انا عشان انا مسلم بقول علم الاجتماع الاسلامي احسن، بس ما فيش علم اجتماع يفسر صيروره تاريخيه واجتماعيه غير في الاطار الحضاري اللي ظهر فيه. يعني ما ينفعش علم الاجتماع الغربي يفسر لي الظواهر. ولذلك احنا عندنا حتى الاصولي في علم الاجتماع الغربي غير الاصولي مثلا في علم الاجتماع الاصولي، يعني المهتم بالاصول عندنا في علم الاجتماع الاصولي عندهم يعني المتطرف، وكلمه بقى اليمين واليسار كل المصطلحات دي غير صحيحه بالمره، بيتعاملوا معانا بيقعوا في اخطاء فادحه جدا. فاحنا عندنا مثلا اهل الذمه يعني الاقليات الدينيه، الملل والنحل. مش معنى كده اني بقول ان علم الاجتماع الاسلامي افضل، بس ده مختلف عن ده. المهم في النهاية لو مسكت أي دولة إسلامية فيما بقى وتلاقي أفارقة مثلا زي مشكلة كردفان، أفارقة وعرب، وتلاقي مثلا أمازيغ، يعني في وطوارق، في حاجات في أي دولة أو أي مجموعة بشرية. أنا ما بحبش الدول، بحب المجتمعات. فأي مجموعة، وكلمة حتى الدولة في علم الاجتماع الإسلامي غيرها خالص في علم الاجتماع الغرب. أي مكان هتلاقي فيه مشكلات لا حصر لها ولا يمكن أن يتم حلها. طيب أنا الكتاب بعد إذنكم يعني هو سريعا، طبعا هو اهتم بكل الأقليات ديات، وطبعا رصدت دور الأمريكان مع الأكراد والإنجليز قبلهم، ودور الإنجليز مع الأقليات المختلفة في العالم الإسلامي، ودور فرنسا برضو في منطقة الشام تحديدا، وحتى بلد زي تركيا هتلاقي فيها علويين يعني وسنة، وهتلاقي فيها مصر لا وأكراد تلت البلد يعني ديار بكر والمناطق مثلا. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلغي هذه النتوءات. بعض الأشياء هقولها سريعا عشان الوقت مش هيسمح بأكثر، يعني أن عارفين الأكراد دول، الأكراد دول كانوا منحازين للعروبة واللغة العربية، وكانوا ما عندهمش مانع يشاركوا فيما يسمى بالقومية العربية. لكن لما كانت إسلامية، لكن لما القومية العربية، والكلام ده قاله بشير نافع، لما بقت القومية العربية شوفنية وعلمانية، طب وإحنا مالنا إحنا بقى كأكراد؟ لا خلينا بقى في لغتنا وقوميتنا وعرقنا وهكذا. ولاحظوا إن صلاح الدين الأيوبي كردي، ولاحظوا إن ابن باديس اللي عمل الحركة اسمها في الجزائر أمازيغي، مثلا، وعد بقى طارق ابن زياد والناس كلها اللي فتحت الأندلس وغيرها. حاجة سريعة كده، مشكلة الأقليات الحقيقة احنا ما عندناش مشكلة بهذا النوع. هذه المشكلة استوردت مع الحضارة الغربية. بمعنى ايه؟ هم اللي عندهم مشكلة أقليات، هم أبادوا السود، استرقوا السود وأبادوا الهنود الحمر، والحضارة الغربية حضارة عنصرية وأبادت المسلمين واليهود في الأندلس. ولذلك لما يجوا يتكلموا عن الأرمن، طب ما انتوا ده انتوا أبدتوا شعوب كاملة. ومع ذلك برضو غلط الأرمن. أنا يعني مش معنى إن أنا بقول، بس بقول مش انتوا يعني اللي تتكلموا، هي القصة كلها نتاج التفكير بعلم الاجتماع الغربي. هقول لكم ازاي بقى وليه. هنبدأ هقول لكم بس اصول الكتاب سريعا، ومش هرجع له بس تاني، مش هرجع له تاني يعني اخر مره ارجع فيها. زي بعض. هو الكتاب عباره عن مقدمه واهم الاقليات في العالم العربي والاختراق الاجنبي عن طريق الاقليات، وبعدين الفتنه الطائفيه في مصر. هتلاحظوا طبعا مصر واخده الجزء الاكبر والاساسي في الموضوع. الكنيسة المصرية والموقف من مرجعية الدستور، الكنيسة المصرية ودعاة الفتنة الطائفية، تغيرات استراتيجية، السفارة المصرية في وادي النطرون، شكاوى الأقباط المصريين للأمم المتحدة، فتنة طائفية أم فتنة انتخابية، ما بعد البابا شنودة، هل انتهى شهر العسل بين نظام مصر والبابا شنودة، مليان بس الكولنسوة السوداء بعد البابا شنودة، ميثاق الزراري، ثقافة وحضارة ووطن، قراءة في أحداث الفتنة الطائفية من الأفغاني إلى أحمد حسين، مصر لم ولن تعرف الطائفية، القوى الثالثة تسيطر على الكنيسة، مسلم وطنا مسيحي دينا، دي كلمة طبعا أكرم عبيد اللي هو قالها في الأربعينات. الحقيقة بالنسبة للإحصاء الخاص بالأقليات، دعوة للحوار، الإسلام دين غير طائفي، الحركة الإسلامية حركة غير طائفية،
تطبيق الشريعه الاسلاميه مطلق قبط ايضا، الصراع بين الحضاره الاسلاميه والحضاره الغربيه، هل نحن على ابواب حرب صليبيه جديده، الفرز الحضاري للطائفي، انتماء تراث الكنيسه القبطيه الى المشروع الحضاري الاسلامي، الخط السال، الخط الهامشي، القوه الثالثه، التحالف المشبوه، الفتنه الطائفيه، الزراعه الاستعماريه، التكفير الكنسي، الرافضون للغه العربيه لهم اقباط ولهم وطنيون، من يحمي المسيحيين العرب من التدخل الامريكي في شؤونهم، وبعدين مجموعه وثائق حكم محكمه القضاء الاداري وقرارات مجمع الاباء الكهنه في ايام السادات في السبعينات، في وثائق كتير جدا في الكتاب عشان ما حدش يعني. المهم انا بركز على مجموعه حاجات. على فكره الشريعه الاسلاميه مطلب قبط دي كان الدكتور احمد المجذوب كان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وهو راجل يعني لا يتهم في نزاهته، وعمل استقصاء راي يعني طلع ان 68% من المسيحيين المصريين بيوافقوا على تطبيق الشريعة الإسلامية، و99 طبعا من المسلمين يوافقوا على تطبيقه، ونشر هذا الكلام في صحف قومية في وقتها يمكن سنة 86. هو الموضوع مذكور يعني في كتاب بتواريخه وكده. برضو في أنا تعريف أنا الشخصي ولا ألزم أحد به، المسلم من نطق بالشهادتين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو عميل لإسرائيل يبقى جاسوس، لو عميل لأمريكا يبقى خاين، لكن هو مسلم يعني ما اقدرش اكفره. لكن الاسلامي هو من انحاز لمقاومه امريكا واسرائيل ومناهضه الراسماليه، يعني الانحياز للفقراء والمستضعفين وبالتالي مناهضه الراسماليه، الانحياز الى الحريه بكل تجلياتها، يبقى اكثر من ادخل ليبرالي مع الحريه، ويبقى ادخل من اكثر يعني. انا كنت حتى بوصف نفسي لبعض العلمانيين لما يستدعوني في ندوه ولا حاجه اقول لهم والله انا في العداله الاجتماعيه على اسلاميا على يسار كارل ماركس، وفي الحريه انا مع الحريه ادخل من ادخل ليبرالي، وفي المقاومه على يمين ابن لادن. هو بقى خدونا بقى على كده. وانا الاسلامي هو اللي يبقى بيقاوم امريكا واسرائيل بشكل جدي، وما فيش اي تطبيع من اي نوع مع امريكا واسرائيل، لان احنا بنعاني ولا الراسماليه ولا الانحياز للاستبداد من باي شكل من الاشكال. طيب الاسلامي ده ممكن يبقى مسلم وارد، وممكن يبقى غير مسلم ايضا وارد، ممكن يبقى مثلا رفيق حبيب، ممكن يبقى مكرم عبيد اللي قال انا مسلم وطنا، مسلم وطنا مسيحي دينا، يبقى فيكتور سحاب، في اسامي كتير جدا. والناس اللي اشتغلوا مع مصطفى كامل ومحمد فريد ويعقوب تصنف احد ابطال اصلا الثوره العربيه، وكان مع عبد الله النديم ومع جمال الدين الافغاني، وهو يهودي يعني بس قبل اسرائيل يعني ما كانش صهيوني يعني. وبالتالي ممكن يبقى نعوم تشومسكي ممكن هو يهودي، وممكن يبقى يهودي يبقى مسيحي يبقى ملحد. انا ما يعنيش، انا ما بقولش انه هيدخل الجنه ولا ليه دعوه بالجنه ولا النار، ولا بقول انه مسلم، بقول ده اسلامي، لان انا برا ان الاسلام هو ايديولوجيه المستضعفين في العالم كله لمواجهه الراسماليه او المشروع الامريكي الصهيوني. هنا هنفسر جزئيه يعني ايه الاسلام دين غير طائفي. طبعا ممكن يكون شيخ كبير قوي وما بيبطلش صلاه ليل ونهار و و و وموش اسلامي، لان هو ممكن يكون مع الراسماليه، ممكن يكون ضد الحريه ومع الاستبداد، وممكن يكون مع امريكا باي شكل من الاشكال، او يدعو الى التطوع في الحضاره الغربيه او التلفيق مع الحضاره الغربيه، او يدعو الى السلام مع اسرائيل. وانا مش عايز اعد اسامي عشان ما حدش يزعل مني يعني. فده مش اسلامي، هو مسلم، انا لا بكفره ولا حاجه، واحسن مني واحسن من ابويا، ما فيش اي مشكله، بس هو يا عم مش اسلامي. وبرضه اللي عايز يرفض هذا التعريف، انا الفرق بين الاسلامي والعلماني عندي، الاسلامي من ضد الراسماليه بوضوح شديد جدا على يسار كارل ماركس نفسه، ومع الحريه، وضد امريكا وضد اسرائيل بس. غير كده بقى يطلع شيخ، يطلع ازهري، يطلع عضو في الجهاد، يطلع عضو مش عارف في ايه، ماليش دعوه. انا ده بالنسبه لي انا مش اسلامي، بعتبره علماني، لأن الإسلام مرجعية الحق، فالحق مع الحرية، والحق مع العدالة الاجتماعية، والحق أن تواجه هذا الاستكبار الدولي الممثل. ويعني الفرق بين الإسلام والعلمانية عندي، الإسلام مرجعية الحق مش مرجعية المصلحة، المصلحة مش وحشة، أنا مش بقول يعني المصلحة وحشة، العلماني مرجعيته المصلحة، قد تكون مصلحة حلوة وقد تكون مصلحة وحشة، فالغرب كله مرجعيته المصلحة، فأي حتى تيار إسلامي بيقول أنا مرجعية المصلحة، خلاص يا عم انت علماني، ما حدش قال لك حاجه، انتش كافر، انت علماني بس انتش اسلامي. الاسلامي مرجعيته الحق، ايا كان هذا الحق، وايا كان
تامنوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. انا هقول باب واحد من الابواب دي هفسره في وقت قليل ان شاء الله، وهقول ايه الحل بقى في مشكله ما يسمى بقى بالاقليات. هو الله سبحانه وتعالى اللي هو الاسلام دين غير طائفي. قبل ما نقول الاسلام دين غير طائفي، الحركه الاسلاميه حركه غير طائفيه. الحركه الاسلاميه بالنسبه لي هي امتداد عمر مكرم اللي قاوم الحمله الفرنسيه واللي قاوموا حمله فريزر وبعدين الافغاني والنديم ومصطفى كامل، وكل دول اسلاميين جدا لان دول دعوا الى الجامعه الاسلاميه وهي فكره، ودعوا الى الرابطه الشرقيه فكره افضل من كل ما طرحناه فيما بعد من حركات اسلاميه جت بعد دول، وبعد كده حسن البنا، وبعد كده احمد حسين، وهكذا يعني. المهم هذه الحركه مش بتبدا مثلا من حسن البنا، هي بتبدا من، وبالتالي فهي حركة تحرر وطني دعت إلى الجامعة الإسلامية. مصطفى كامل دعا للجامعة الإسلامية، ومحمد فريد دعا للجامعة الإسلامية، وده ألف كتاب في عظمة الدولة العليا العثمانية، والتاني قال إن الحفاظ على الخلافة ثالثة الفرائض بعد الإيمان بالله والصلاة، بعد يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة. وأنا طبعا كتبت في هذا الموضوع كتاب تاريخ أكثر من 4 أجزاء، وحتى اتجمع في كتاب واحد عملته بنت صغير جدا وطلع اكتر من 1500 صفحه بالتفصيل الممل عن مصطفى كامل محمد فريد، وازاي بقى سعد الزغلول مع الانجليز اصلا، وهكذا يعني. فرست ولذلك انا بقول الفرز الحضاري لا الطائفي، يعني من انحاز لهذه الامور اللي بقولها يبقى الفرز على اساس هذه المواقف، مش مجرد انه مسلم او مجرد انه مسيحي او مجرد انه يهودي او مجرد لو يهودي صهيوني يبقى مرفوض حتى لو قال كلامي، وحتى لو فلسطين دي احتلتها مثلا اندونيسيا ما انا هبقى ضدها، يعني انا بتاع موقف مش بتاع ان ده مسلم يبقى حلو وده مثلا غير مسلم يبقى وحش، لا. المهم الحركه الوطنيه المصريه اللي هي اسلاميه حتى النخاع لانها مؤمنه بفكره الجامعه الاسلاميه، يعني هي فكره تعبير عن فكره الخلافه بس كلمه ارقى كمان يعني في وقتها. المهم دي كان فيها مسيحيين وكان فيها يهود زي عقوب صنوع، في اسامي كتير جدا مذكوره في الكتاب وفي كتاب التاريخ مذكوره كل الاسامي ديت، واللي اشتغلوا مع مصطفى كامل من المسيحيين، واللي اشتغلوا مع، لدرجه ان في عريان نصيف حاول يقتل رئيس وزراء مسيحي عشان يرد على الناس اللي قالوا ان ابراهيم الورداني لما قتل بطرس الناس بتقول عليه نصراني عادي، يعني مش بمقام الذم. وطبعا الشعب المصري حب ابراهيم الورداني ده جدا، لان لدرجه ان اغنيه تقولوا لعين الشمس ما تحماشي احسن غزال البر صابح ماشي، دي اتقالت في ابراهيم الورداني. هو قتله عشان وقع اتفاقيه السودان وعمل قانون المطبوعات، يعني الاسباب سياسيه واضحه جدا. فهركز على يعني ايه الاسلام غير طائفي، دين غير طائفي. هو فعلا الاسلام الحقيقه ان هو دين غير طائفي، او هكذا انا فهمته. الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق البشر خلق أرواحهم بطريقة ما، أنا ما أعرفش طبعا ما يسمى بميثاق الزرائز، أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم زراتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إيه شهدنا. طب إذا معرفة الله سبحانه وتعالى جوانا، هتسموها بقى الفطرة، غيرنا يسموها الضمير، غيرنا الثالث يقول لك موجوده في، انا بقول موجوده في الفطره، يعني موجوده في الانسجه، تطلع في القلب، تطلع في العقل، تطلع في اي حاجه، ما بدخلش في القصه دي ولا امنع من البحث العلمي فيه. يعني الانسان يستطيع ان يعرف الله سبحانه وتعالى وبالتالي يؤمن به بسهوله شديده. طب امال وبعدين لما نزل الانسان على الارض خلق له عقل بطريقه معينه وكون بطريقة معينة، أي تفاعل بسيط أو مركب بين العقل والكون يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ يعني أنت لو عالم فيزياء ولا عالم كيمياء ولا عالم طب، لو استخدمت علومك وفكرت شوية هتعرف سنريهم أفاقنا آياتنا في الأفاق وفي النصوص حتى يتبنى لهم أنه الحق، سهل جدا. طيب لو أنت بدوي في الصحراء ما تعرفش حاجة، هتقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يبقى في إله كمل يعني. فأيا كان مستواك، ما دام مش مجنون، أيا كان مستواك هتصل إلى مرة. أمال إيه المشكلة؟ الناس بقى إيه يعني إيه اللي حصل؟ حصل إيه؟ إن في قوة شيطانية أنا بسميها كده
بتيجي تعمل استبداد السياسي فرعون يجي يقول لك لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني يمنع حرية التفكير. يعني لو الناس فكرت بحرية يعني ماشية في اتجاه الموج هتوصل، لا يجي يعمل علامات مرور مزيفة عشان تمشي في السكة العكسية، القوة الشيطانية. وتيجي تعمل استبداد سياسي، لا لا أنا مش هتفكروا بحرية ولا بلغة العصر، لا هتعملوا أحزاب ولا تعملوا صحف ولا تفكروا بحرية ولا تجتمعوا بحرية ولا 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 ولا، لكل الليبراليين بيصدعونا بالحقوق البتاع. يبقى إذن مهمتي كمسلم، كجماعة إسلامية، كحركة إسلامية، كأنبياء، كدولة إسلامية، كخلافة، أن ألغي الاستبداد في الأرض. لو في استبداد، لو في واحد مضطهد مسلم أو غير مسلم بقى في المريخ، أروح له المريخ أدافع عنه. إذا ما قمتش بالمهمة دي ما فهمتش ديني، ما بقيش بقى شاهد على الناس، لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. يبقى المهمة الأولى لي مش هدعو للإسلام، هو ما أنا بقول لك الإسلام دين الفطرة والناس بتعرفه بالعقل بأي تفاعل بين العقل والكون. هدعو لا، أنا أمنع الاستبداد الذي يمنع الناس من حرية التفكير، أمنع الاستبداد عندي نفسي وعندي جماعتي وعندي دولتي وعندي أمتي وعندي غيري، دي واجبي لو قادر، حتى لو في المريخ، حتى لو في كوكب خارج المجموعة الشمسية، دي مهمتي. مهمتي مش الدعوة للإسلام، مهمتي أن أناضل ضد الاستبداد السياسي وأن أحقق الحرية بكل معانيها اللي الليبراليين بيزعموا أنهم اخترعوها وهي عندنا أكتر. طبعا أنا مش عايز أدخل في تفصيلات ممكن الناس عارفين أكتر مني، شوفوا ربع ابن عامر قال إيه وشوفوا يعني. وبعدين بنقول الناس لا إكراها في الدين قد تبين الرشد للغاية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين، وهكذا في آيات كتير ومش متناقضة مع بعضها. طيب بيعمل ايه تاني عشان يمنع حرية التفكير وبالتالي الوصول الى الله سبحانه وتعالى؟ ببساطة شديدة جدا بيعمل ظلم اقتصاد، اللي هي بقى الرأسمالية والاقطاع. وتبص بقى انت تلاقي الكنيسة الكاثوليكية تبرر اقطاع، والبروتستانتية تبرر الرأسمالية، وهكذا. يعني دي على فكرة لا أصل ديني، الرأسمالية لا أصل ديني في البروتستانتية، والإقطاع لا أصل ديني في الكاثوليك. ولذلك المسلمين لما راحوا الأندلس منعوا الإقطاع، لغوا الإقطاع، وسيدنا عمر قال لا، ما فيش حد يمتلك الأرض، الأرض دي ملك للناس كلها إلى يوم القيامة، ومنع توزيع أرض الخراج على الفاتحين. يعني في طبعا قضايا كتير، أنا برضو عملت كتاب اسمه دور الحركة الإسلامية في تصفية الإقطاع، تناولت التاريخ ده كله، تناولت الاقتصاد الإسلامي. يعني أزعم أن أنا فقيه مسألة في الاقتصاد الإسلامي، والله اقتصاد على يسار كارل ماركس أو هكذا، أزعم ما فيش أي شكل من أشكال لا الطبقية ولا، وكله انحيازات للفقراء والمستضعفين والملكية عن طريق العمل. يبقى ما حدش هيحتكر أرض، ما حدش هيحتكر غابة، ما حدش هيحتكر بترول، والناس شركاء في سلاس الماء والكلاء والنار وهكذا. وليس منا من بات شبعان وجاره جائع، ومن كان عنده فضل زاد فليعد بيعلم ما لا زاد له، أخذ وعد أنواع الفضول. أنا مش بقول الحديث بالضبط يعني، وأخذوا عدد أنواع الفضول حتى ظننا أنه لحق لأحد منا فضل. وسيدنا علي قال ما متع غني إلا بما حرم منه فقير. ما هي دي نظرية فؤاد القيم، ده أحسن من نظرية فؤاد القيم، يعني أعلى كمان في مستواها في نظرية فؤاد القيم اللي كارل ماركس كتب فيها كتاب رأس المال، كم 5-6 آلاف صفحة، أنا برضو قريته. وعشان والله علي بن أبي طالب قالها ما متع غني إلا بما حرم منه فقير، خلاص. ان هو يعني ايه نظريه فؤاد القيمه؟ ان العمال العامل بيستحق 100 جنيه اجر، بيديله 10 جنيه وبياخد 90 في جنيه، وعامل على عامل على عامل عنده مثلا مليون عامل عمل 90 مليون جنيه بتاع. ادي نظريه فؤاد القيمه، بقول لك ما متع غني الا بما حرم منه فقير. ده مش بس الشغل، ده مجرد الحاجه كمان يعني. ودي وعلى فكره الاقتصاد الاسلامي نظريا في حق المحتاجين، الماركسيه ما فيهاش حق المحتاجين، وبالذات الماركسية في مرحلتها اللينينية أو يعني ديكتاتورية البروليتاريا اللي هو لكل حسب طاقته. لا الأول حسب عمله، من كل حسب طاقته. أيوة. المهم في النهاية أنا عايز أقول إن الظلم الاقتصادي بيؤدي إيه؟ لأن الناس يبقى فيه محرومين وفيه مستكبرين أو مطرفين، وده هيؤدي ان الناس ما تفكرش بحريه تحت ضغط الحاجه الاقتصاديه. النقطه الثالثه التعصب، ان وجدنا اباءنا، ان يعني ايات كتير جدا ان وجدنا اباءنا
وبرضه انا جبت كل الحاجات دي في بعض الكتب الاخرى، الايات اللي بتقول ان وجدنا ابونا، ما فيش حاجه اسمها اتعصب لحد، انا اتعصب للحق بس، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يبقى ما فيش تعصب، ما فيش استبداد سياسي، ما فيش ظلم اقتصادي، لا الناس هتسلم بسهوله شديدا، لان الاسلام دين الفطره، ولان اي تفاعل بين العقل وبين الكون هيؤدي الى معرفه الله سبحانه وتعالى ايا كان مستواك العلمي. وحتى ما عندكش مستوى علمي زي البدو في الصحراء اللي قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المصري. من هنا بقول ايه، ان الاسلام له دور في العالم، تحرير العالم من كافه اشكال الظلم والاستضعاف والتعصب. بلغه العصر ديت يعني النضال ضد الراسماليه المشروع. على فكره الحضاره الغربيه دي من يوم ما سادت العالم في ويلات مستمره يوميا، انا ازعم انه لم يمر يوم من 200 سنه لغايه دلوقتي، يا اباده امم، يا اباده شعوب، يا مذابح. اسرائيل اللي عامله الحكايه دي للحضاره الغربيه انشاتها تقريبا على مدار اليوم والساعه من 50، بقى لها 50 60 سنه ولا 70 80 سنه. قبل كده بقى كانوا الفرنسيين والانجليز فازعم ان الحضاره الغربيه دي حضاره عنصريه، وبالتالي يجب ان انا اقول احنا حضاره الحق والعدل والحريه، وهي هم حضاره الـ العنصريه. وبالتالي الحل الوحيد لمشكله الاقليات ان بالنسبه لنا الحركه الاسلاميه هي ضمير الامه، وما فيش حد الأمة دي مش هتفلح إلا بالحركة الإسلامية. قبل بس الكلمة دي مكملها، اللي هيقول الوطنية المواطنة وحقوق الإنسان، أقول له يا عم طب ما خلاص ما تندمج في الحضارة الغربية، أنت عامل لي حركة إسلامية ليه أصلاً؟ ما دام عايزني مواطنة، إيه مبرر وجودك بقى؟ ما دام أنت قابلت بفكرة المواطنة، يعني أنا ما زلت أؤمن بفكرة الجزية، رغم الدكتور سليم العوا قال ما فيش جزية، أنا لا لسه مؤمن بالجزية. ومؤمن بالانتماء الانساني او الاممي، يعني مش مع المواطنه ولا الوطنيه ولا الكلام. اصل يؤمن بالحاجات دي، طب يا عم عاملين لي حركه اسلاميه ليه؟ طب ما تفضل سيره وتروح بقى، بلاش وش، ما خلاص انت خلاص اندمجت في الحضاره الغربيه، قبلت المواطنه، قبلت ورفضت الذمه، ورفضت ورفضت ورفضت، خلاص يا عم تقول انا تغريبي وخلاص. وانت لازم تضحك علينا، لازم تضحك علينا باسم الاسلام. والله يا انت لو قلت انا وطني هحترمك اكتر من الاسلام اللي بيقول المواطنه واللي بيرفض الجزء. لان الجزء ببساطه شديده معناه ايه؟ ان احنا اصحاب مشروع لتحرير العالم، مش دعوه العالم للاسلام ولا ادخال العالم في الاسلام، لتحرير العالم من الاستبداد السياسي والظلم الاقتصادي والتعصب. اللي هيجي معانا اهلا بيه، مش هناخد بيه جزء. اللي هيقول لا انا الموضوع ده ما يخصنيش، ادفع يا حبيبي جزء بس. يعني محمد علي كلاي لما قال له روح قاتل في فيتنام، لو كان في جزء يعني مثلا عفوا في امريكا، مش هدفع الجزء ومش هقاتل في فيتنام، لان هذا القتال في فيتنام ضد عقيدته. يعني حتى فكره بقى المواطنه هنا فكره ظلمه. لما اخد محمد علي كلاي، ولما اخد لمؤاخذه يعني العراق بتقاتل ايران، الاكراد مالهم؟ لما اخد الجيش العراقي كان فيه اكراد بيقاتلوا ايران، وبرضه الجيش مش قضيتهم ولا موضوعه. ما دام ارتضيت الوطنيه انت داخل، او المواطنه انت داخل في كميه مظالم ملهاش اول من اخر. انا عايز اقول بقى ان الرسول قال إيه، وكذلك ربنا قال وكذلك جعلناكم امه تصدقون شهداء الناس وكن رسول عشان مشيه. ايه شهادتنا احنا على العالم؟ ان احنا نحرره من الاستبداد السياسي ومن الظلم الاقتصادي ومن التعصب. لو عملنا ده، وعلى فكره لما كنا بنعمله ما كانش فيه مشكله اقليات، مشكله الاقليات ظهرت لما قلت المواطنه، ولما ما بقالكش دور في تحرير العالم، لان انت بتقول انا بقول الاسلام ايديولوجيه للجميع، للفقراء والمستضعفين والاقليات وغيره. هيجد قضيه يستطيع في هامش واسع، في ارضيه واسعه للالتقاء بقى بين المسلم والمسيحي واليهودي واللاديني والملحد، وفي قضيه واسعه بين العربي والكردي والامازيغي والاذربيجاني وهكذا. ما فيش مشكله، عندنا قضيه واحده، يبقى الفرز هيتم على اساس. وبالتالي هو الحل الوحيد لامتنا عشان نحل مشكله الاقليات، ان يصبح لينا مشروع لتحرير العالم. بالنسبه لي تحرير العالم يعني مواجهه الراسماليه، مواجهه امريكا، مواجهه اسرائيل. شكرا.